الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، ثم أما بعد، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن النشأة والكتب العمد التي كان لها دور في تكوين طريقة السادة الحنفي، وقلنا أن الفقه الحنفي وأصول الفقه مر بأطوار ثلاث: مرحلة النشوء أو التكوين، ثم مرحلة الاستقرار، ثم بعد ذلك مرحلة التوسع والانتشار. وقفنا مع أصول الإمام الكرخي، وقلنا كثير من الأصوليين أو كثير من العلماء يرون أن أصول الكرخي من علم أصول الفقه، لكن بالتأمل والنظر نجد أن كتاب الإمام الكرخي هو عبارة عن قواعد فقهية، والدليل على ذلك أن الإمام الكرخي رحمه الله ذكر 39 أصلا، 7 منها فقط في علم أصول الفقه. ووقفنا أيضا مع تأسيس النظر للإمام الدبوسي إلى أن وصل بنا الأمر إلى أصول الفقه للإمام الجصاص، وقلنا هذا يعتبر أول عمل علمي أصولي في أصول السادة الحنفية. ثم بعد أصول الجصاص انتقلنا إلى تقويم الأدلة للإمام أبي زيد الدبوسي رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا أن ابن خلدون قال أن هناك الكثير ممن كتب في أصول الحنفية، لكن كتاب أبي زيد الدبوسي رضي الله عنه وأرضاه يعتبر من أهم وأجمل ما كتب في هذا العلم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أصول الإمام السرخسي أو السرخسي، وكتاب كنز الأصول للإمام البزدوي، وقلنا أن صاحب المنار الإمام النسفي رضي الله عنه وأرضاه قام باختصار هذين الكتابين في هذا المتن الماتع الذي سنقوم بشرحه، وهو متن المنار. وقلنا يا شباب لا بد من الانتباه أن صاحب المنار الإمام النسفي المتوفى سنة 710 غير أبو حفص هذا صاحب العقائد النسفية المتوفى سنة 537 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما نذكركم أيضا بتلك الخريطة أو الكتب العمد عند المتكلمين، يعني نحن في المحاضرة الماضية تكلمنا عن كتب السادة الحنفية، فلا بد من الإشارة أيضا إلى كتب المتكلمين. أول كتاب كتب هو الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك نقل إجماع على أول من ألف ودون في هذا العلم هو سيدنا الإمام الشافعي. هذا حينما حدث خلاف بين الناس وبين الفقهاء في كيفية استنباط الأحكام، وبدأ البعض ينكر، يعني البعض هذا ينكر على هذا، فرأينا الشيخ عبد الرحمن المهدي يطلب من الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه
أن يضع كتابا في علم أصول الفقه، فوضع كتابا وأرسله إليه، ولذلك سمي بالرسالة. ما كتب ببغداد ليس موجود بأيدينا، إنما الرسالة التي هي موجودة بين أيدينا كتبها الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في مصر. بعد ذلك رأينا كتابات لأبي بكر الباقلاني، ثم بعد ذلك رأينا كتب عمد أربعة كتبت على طريقة المتكلمين: العمد والمعتمد، العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري، ثم البرهان لإمام الحرمين الجويني، ثم بعد ذلك المستصفى للإمام الغزالي المتوفى سنة 505 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يا شباب جاء الإمام الرازي وجمع هذه الكتب في كتاب سماه بالمحصول، ثم بعد ذلك الإمام الرازي متوفى سنة 606 من هجرة النبي، بعده جاء الإمام الآمدي ووضع كتاب الإحكام في أصول الأحكام. بعد ذلك رأينا من يقوم باختصار الإحكام وهو ابن الحاجب، وابن الحاجب وضع لنا مختصرا يعتبر من أجمل المختصرات، ثم رأينا شروحا لهذا المختصر. بهذا نكون قد ألقينا نظرة سريعة على طريقة المتكلمين والكتب التي كان لها دور في تكوين هذه الطريقة، وكذلك في المحاضرة الماضية تكلمنا عن طريقة السادة الحنفية والكتب التي كان لها دور في تكوين هذه الطريقة واستقرارها. اليوم نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في هذا المتن الماتع، وقلنا لكم في المحاضرة السابقة أن هذا المتن متن المنار لأبي البركات النسفي، ألقى الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب القابول في الأرض، فرأينا طلبة العلم يهتمون به، وهو من الكتب المعتمدة ومن المتون المعتمدة عند السادة الحنفية. رأينا من يقوم بشرحه، ذكرت لكم ممن شرحه الإمام النسفي، له شرح اسمه كشف الأسرار، ورأينا بدر الدين العيني قام أيضا بشرحه، شروح كثيرة ربما قاربت 200 شرح. ورأينا من اختصره، ذكرت لكم أن هناك من قام باختصاره، وهناك من نظمه الشيخ الكواكبي في منظومة قرابة 2000 بيت، ثم قام بشرح هذه المنظومة يعني قمت بتصويرها وهي موجودة عندي في المكتبة. فنبدأ بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في هذا المتن. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف في الباء هل هي للاستعانة أو هي للإلصاق، والراجح أن الباء هنا للاستعانة، فباسم جار
ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو ابتدائي ببسم الله الرحمن الرحيم. الله هذا اسم الجلالة، اختلف هل هو من المشتقات أو هو جامد إلى غير ذلك، كما أنه اختلف في الاسم هل هو من السمة أي العلامة أو من السمو، تلك الأشياء التي موجودة في بدايات الكتب. الرحمن الرحيم، كم وجه من الإعراب يمكن أن تكون في الرحمن الرحيم؟ ما هما؟ نعم، طيب إذا كانت هي صفة نعت للفظ الجلالة الرحمن الرحيم، هذا صفة ثانية، هذا الجر، هذا الوجه فقط. على القطع، القطع أن تقول هو الرحمن الرحيم، هذا القطع، ويمكن النصب أعني الرحمن الرحيم. إذن فيها كم وجه؟ ثلاثة أوجه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ المصنف بالبسملة ثم الحمدلة. البسملة والحمدلة هذه نقول عنها في اللغة العربية بالنحت، بسملة حمدلة حوقلة، بمعنى أن تأخذ من كلمتين كلمة واحدة، بسم الله فأنا أقول بسملة حوقلة. تمام، وهكذا حتى أن المصريين يقولون سبهللة، يعني سبها لله سبحانه وتعالى، هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. والبسملة يا شباب ليست من خصائص الأمة الإسلامية، بل هي موجودة في كل الشرائع، فكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ابتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة فيها من البركات وفيها من النفحات الكثير، فلذلك كن حريصا على أن تبدأ أي عمل من أعمالك بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا ما ذهبت إلى النوم، في مذاكرتك، في دخولك البيت، وهكذا تبدأ بالبسملة. وإذا ما كتبت كتابا فعليك أيضا أن تبدأ هذا الكتاب بالبسملة، فإنه كما ورد أن أي كتاب يبتدأ فيه ببسم الله لا تزال الملائكة تستغفر لك ما دام هذا الاسم موجودا في هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وتلبية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي قال كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وورد أيضا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. فهنا يا أستاذ، وإن كانت هذه الأحاديث فيها مقال، لكن وردت معاني تقوي هذه الأحاديث. كيف نوفق بين هذا الحديث الذي يقول كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، وبين هذا الحديث الذي يقول كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله؟ قلت لكم قبل ذلك هناك بدء حقيقي وبدء إضافي، فبسم الله الرحمن الرحيم هذا هو البدء الحقيقي. ما هو البدء الحقيقي يا أستاذ؟
هو الذي تقدم المقصود ولم يسبقه شيء. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما في شيء قبلها، لذلك نقول هذا بدء حقيقي. والبدء الإضافي، البدء الإضافي هو الذي تقدم المقصود وإن سبقه شيء، فهو الحمد لله، هذه الحمد لله الحمدلة سبقتها ماذا؟ سبقتها البسملة. يقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم. ما معنى الصلاة؟ الصلاة، تفضل، الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومنا نحن دعاء. تمام؟ فحينما يصلي الله سبحانه وتعالى علينا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله هي الرحمة، تتنزل الرحمات، لكن صلاة الملائكة معناها استغفار، أي أن الملائكة تستغفر لنا، أو أن الملائكة تستغفر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: يا أستاذ، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى صلاة حتى نصلي عليه؟ أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يترقى في الدرجات. تمام؟ فكلما أنت صليت فالنبي صلى الله عليه وسلم يترقى، وكذلك أنت تنال البركات والرحمات بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على من اختص، من اختص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، الخلق العظيم الذي قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي، فقالت ماذا؟ كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. ما معنى هذا يا شباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى أوامر الله، فقام بتنفيذ بكل ما أمر له، بكل ما أمر به، حتى كاد أو حتى كان صلى الله عليه وسلم قرآن يسير على هذه الأرض. والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هناك كلمات أو هناك آراء كثيرة في من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن آل النبي بنو هاشم، وقيل بنو عبد المطلب، وقيل بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقيل إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم عترته صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أن آل النبي، أو من الأقوال التي قيلت في آل النبي، كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. بدأ المصنف بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي، فقال: اعلم. ماذا يقصد بكلمة اعلم؟ يريد منك الانتباه. تمام؟ يعني أنا أخاطبك، أتحدث معك، فأقول لك اعلم. ما معنى هذا؟ انتبه. تمام؟ فبدأ المصنف هذا المتن فقال:
اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس. أولا يا شباب، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة. أصول، ما معنى كلمة أصول؟ الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. والبناء قد يكون حسي وقد يكون معنوي. ما معنى هذا الكلام يا أستاذ؟ يعني حينما نقوم ببناء مسكن فنضع الأساس ثم نقوم ببناء أشياء عليه، فهذا بناء حسي، تمام؟ لكن قد يكون البناء معنوي ليس حسيا، تمام؟ كيف هذا؟ يعني حينما نقول أصول الفقه، أصول الفقه، فالفقه هذا مبني على ماذا؟ مبني على الأصول، تمام؟ فهذا بناء معنوي. إذن الأصول في اللغة معناها البناء، سواء كان البناء حسي أو معنوي، أو ما منه منشأ الشيء، ما منه منشأ الشيء. يعني نقول هكذا: الأب هذا أصل، والابن هذا فرع، تمام؟ هناك أشياء تفرعت، يعني عندي جزع الشجرة، هذا الجزع له فروع، فهذا الجزع الكبير هذا يسمى أصل، وما يخرج منه هذا يسمى أيضا فرع. فالأصل ما يبنى عليه غيره، أو ما منه منشأ الشيء، أو الأساس. طيب يا أستاذ، ما المراد به هنا في هذا المتن؟ الأصول، أصول الشرع معناها هنا أدلة الشرع، هذا هو الراجح، أدلة الشرع. لماذا قلت هذا يا أستاذ؟ لأننا نحن نتكلم في متن من متون أصول الفقه، تمام؟ فهذا هو المناسب لهذا المقام، حيث إن كلمة أصول تأتي في الاصطلاح لعدة معاني. الأصول يأتي بمعنى الدليل، تقرأ في بطون الكتب: والأصل في هذه المسألة القرآن والسنة والإجماع، بمعنى الدليل، تمام؟ ويأتي الأصل بمعنى الراجح، الأصل في الكلام الحقيقة، تمام؟ بمعنى الراجح. ويأتي بمعنى القاعدة المستمرة، بمعنى الأصل أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب، بمعنى دائما، القاعدة المستمرة. الأصل حرمة الميتة، هذه القاعدة المستمرة، لكن يأتي الفاعل منصوبا شاذا، ويباح لنا في حالة الاضطرار أن نأكل من الميتة، لكن هذا ليس القاعدة المستمرة. فكلمة أصل هنا معناها يا شباب الراجح، ومعناها الدليل، ومعناها القاعدة المستمرة. ويأتي الأصل بمعنى المستصحب، الأصل براءة الذمة. ما معنى المستصحب؟ إن شاء الله سندرس شيء يسمى الاستصحاب، بمعنى أن تستصحب ما كان في الزمن الثاني في ما كان في الزمن الأول في الزمن الثاني. كيف هذا؟ هذا الكتاب ملك لرميل، تمام؟ فرأيته
فقالوا: لمن هذا الكتاب يا أستاذ؟ قلت: لرميل. لماذا؟ هو كان ملكه في المحاضرة الماضية، لكن اتضح بعد ذلك أنه قد باعه. فهذا أنا حكمت أو قلت بناء على ما كان في الزمن الأول، لكن الآن تغير. فالأصل براءة الذمة حتى يثبت الخلاف. الأصل أن هذا الكتاب ملك لرميل حتى يثبت أنه قد باعه. هذا معنى المستصحى، ويأتي بمعنى المقيس عليه. سندرس أيضا القياس ونعرف أن له أركانا: أصلا، أصل وفرع وعلة وحكم. فهنا الأصل ما ورد في حكمه نص، هذا نسميه المقيس عليه. الراجح يا أستاذ، الراجح من هذه المعاني جميعها هو ماذا؟ هو أن الأصل بمعنى الدليل، فأصول الشرع معناها أدلة الشرع. هنا يا شباب، الشرع، ما معنى كلمة الشرع؟ من أي أنواع المشتقات؟ الشرع هذا مصدر، شرع يشرع شرعا، فهو مصدر. هذا المصدر إما أن يراد به اسم الفاعل، وإما أن يراد به اسم المفعول. طب إذا كان المراد به اسم الفاعل، فما المعنى؟ المعنى الشرع بمعنى الشارع. الشارع الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا الأحكام، فهذا اسم فاعل. طب واللام هنا تكون لماذا يا أستاذ؟ اللام تكون للعهد، تمام؟ للعهد ماذا؟ للعهد الذهني، ليس الذكري، لأنه لم يسبق شيء في الكلام. اعلم أن أصول الشرع ممكن تكون الشرع مصدر أريد به اسم المفعول، فإذا يكون هنا المراد المشرع. ما هو؟ الأحكام، الإباحة، الحرمة، الندب، هذه. وإذا يختلف معنى اللام، فتكون اللام بمعنى أتكون اللام للجنس. لماذا يا أستاذ لا تكون اللام للاستغراق؟ لأن هناك أشياء ليست من الفقه، فهناك مسائل تتعلق بماذا؟ تتعلق بالعقيدة، فنحن نتكلم عن الفقه. ثلاثة، ثلاثة، لماذا التنوين هنا؟ التنوين هذا تدرسون في علم اللغة العربية أن التنوين يكون للعوض ويكون للبدل، وهناك تنوين ترنم. هنا التنوين للبدل، بمعنى ثلاثة أشياء، تمام؟ أو ثلاثة أدلة، أصول الشرع ثلاثة. هنا نتوقف علشان الشيخ الزبير موجود معنا وهو من المتكلمين، وننبه إلى شيء. سيدنا الشيخ النسفي بدأ بماذا؟ بالأدلة، تمام؟ أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا كما تكلمنا معكم أن هناك عمد عند الحنفية، وهناك عمد في الكتب عند المتكلمين. هناك أيضا في ترتيب أبواب أصول الفقه هناك طريقة ومنهجية عند الفقهاء وعند المتكلمين. فنجد أن الفقهاء السادة الحنفية يبدأون كتب أصول الفقه بمصادر التشريع،
بالأدلة، الكتاب والسنة والإجماع وما يتعلق بالكتاب والسنة من مباحث لغوية، دلالات الألفاظ وتلك التقسيمات التي وضعها لنا صاحب تقويم النظر الشيخ أبو زيد الدبوسي، التي إن شاء الله سنتكلم عنها في يسمونها التربيعات. هذه التربيعات وصلت إلى يعني 80 قسما أعرضها لكم كما عرضناها حينما تكلمنا عند أصول الشاشي. طيب، احلم أن أصول الشرع. طيب يا أستاذ، الحنفية بيبدأوا بالحديث عن المصادر، تمام، مصادر التشريع، من أين نأخذ أو نستنبط الأحكام؟ من القرآن والسنة وإجماع الأمة. السادة الشافعية أو المتكلمون، تمام، طريقة الشافعية أو تسمى بطريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور، يبدأون بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يقسموه التكليفي والوضعي، ثم أقسام التكليفي، ثم أقسام الوضعي، وهكذا بعد الانتهاء، كما يعني الشيخ زكريا الأنصاري أشار في مقدمة متنه الماتع لب الأصول، قال: جعلته في مقدمة وسبعة كتب. المقدمة تكلم فيها عن علم الأصول وتكلم عن الحكم الشرعي وهكذا، ثم بعد ذلك تكلم عن القرآن والسنة والإجماع والقياس، ثم بعد ذلك الأدلة المختلف فيها الاستدلال، ثم بعد ذلك تكلم عن ماذا يا شباب؟ تكلم عن التعادل والترجيح ثم الاجتهاد. هذا ترتيب عند طريقة الجمهور. طيب، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة. الكتاب، لماذا بدأ بالكتاب؟ الكتاب المراد به القرآن، لماذا بدأ به؟ لأن القرآن يا شباب هو أصل لكل الأدلة، أصل لماذا؟ لكل الأدلة، تمام؟ طيب، فهو أصل الأصول. السنة عرفنا حجيتها من ماذا؟ من القرآن، تمام؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن عرفنا حجية السنة من أين؟ من القرآن الكريم. فلذلك بدأ المصنف رحمه الله بالكتاب القرآن ثم السنة. لماذا يا أستاذ أخر الإجماع؟ يعني الكتاب والسنة والإجماع، انتبه، الإجماع نحن الحنفية نقول لا بد له من مستند، له مستند، نعم، يعني هذا أجمع عليه العلماء. ما دليلهم؟ دليلهم إما من القرآن وإما من السنة. يأتي الزبير ويقول يا أستاذ وما فائدة الإجماع؟ فائدة الإجماع أن ينقلك من الظنية إلى القطعية، تمام؟ يعني هذا كان ظني، فإذا بنا ننتقل من هذا الظن إلى القطع، هذا فائدة الإجماع. ولا بد وأن تنتبه، هناك ما يسمى من الأدلة بالمثبت وهناك ما يسمى بالمظهر. من الذي أو ما الذي يثبت الأحكام؟ القرآن والسنة، تمام، مصدر التشريع قرآن وسنة. طب يا أستاذ يعني بقية الأدلة لا، كل دليل وضعه لنا العلماء له فائدة، تمام. فائدة الإجماع
قلنا ينقلك من الظنية إلى القطعية، كذلك القياس يظهر لك الحكم، وكذلك سائر الأدلة المختلف في حجيته تظهر لك الحكم. كيف هذا يا أستاذ؟ كما قلت لكم من قبل، يعني مثلا الخمر حلال ولا حرام؟ حرام بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طيب، يأتي لك شخص يقول لك: يا شيخ زبير، توجد أشياء الآن يعني لا وجود لها في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال السلف، نريد أن نعرف حكمه، هي حلال أم حرام؟ فتقول له: حرام. من أين؟ ليست موجودة، هي هذا الحكم موجود في القرآن وموجود في سنة النبي، لكن القياس أظهره، القياس أظهره، تمام؟ يعني ليس ثابتا بالقياس وإنما ظاهر بالقياس، فالقياس هو الذي أظهر الحكم لم يثبته، وإنما الحكم ثبت بماذا؟ ثبت بالقرآن وثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا ما معنى مظهر ومثبت وما فائدة الإجماع. يأتي الشيخ رامي ليقول: يا أستاذ، أنت قلت أن القرآن أصل الأصول. نعم، أصل كل أدلة، كل دليل سواء من الأدلة المتفق عليها أو المختلف في حجيتها هو أصل له. قلت لكم أن السنة ثبتت حجيتها بالقرآن. طب والقياس؟ القياس الأصل إما أن يكون الأصل هذا ما ورد في حكمه نص، يعني مثلا الخمر هذا أصل والفرع سائر المسكرات، تمام؟ ثبت أي؟ ثبت بالقرآن، ثبت بالسنة، فإذا القرآن أصل الأصول. نأتي مثلا للمصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة لكي تكون حجة لا بد وأن ترجع إلى أصل من الأصول الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض. أين ثبتت هذه؟ ومن أين أن من أين عرفنا أن مقاصد الشرع خمسة؟ باستقراء نصوص القرآن الكريم. إذن أيضا تعود إلى القرآن، العرف يعود إلى القرآن، إذن القرآن هو أصل الأصول. طيب، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة. الله، ده الشيخ قال ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. طب يا أستاذ، لماذا أخر القياس؟ لماذا أخر القياس؟ هو القياس يا أستاذ أليس من الأدلة المتفق على حجيتها؟ القياس من الأدلة المتفق على حجيتها، وإن كان البعض قال ليس بحجة، لكن أولئك ممن لا يعتد بخلافهم. كيف؟ يعني مثلا نجد خالف في حجية القياس من؟ الروافض. خالف في حجية الروافض أو أولئك من الشيعة، رفضوا إمامة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، تمام؟ الظاهرية أتباع ابن حزم الظاهري، والبعض لم يعدهم أنهم من الفقهاء، يعني وهكذا. طيب، لماذا أخر القياس؟ لو قرأت في كتب السادة الحنفية تجد أن البعض يقول أصول الشرع ثلاثة، وتجد أن البعض يقول أصول الشرع أربعة، تمام؟ لكن المصنف هنا قال ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع، لم يقل والقياس، وإنما عدها أصل من الأصول. إذن هو أخرها أو جعلها أو جعل القياس في منزلة بعد الكتاب والسنة والإجماع. يا شباب،
لو أردت أن أضع ترتيبا للأدلة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، هذا الترتيب من حيث الحجية ومن حيث الزمن، من حيث الحجية القرآن، السنة، الإجماع، القياس. طب الزمن قرآن، سنة، إجماع الأمة. يعني الإجماع لم يكن في عهد النبي، لم يكن في عهد النبي، لأننا حينما نقرأ في تعريف الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. في عهد الله، لأن مصدر التشريع موجود بعد وفاته، فالإجماع بعد القرآن والسنة، ثم بعد ذلك القياس. تمام؟ طيب لماذا أخر القياس؟ القياس لا ينشئ حكما مثل القرآن والسنة. قلت لك أن هناك مظهر للحكم ومثبت ومنشئ، فالقرآن مثبت والسنة مثبتة. طب والإجماع؟ الإجماع ليس مثبت. تمام؟ القياس لا ينشئ حكما وإنما مظهر للأحكام. القياس ظني، القياس ظني، بخلاف القرآن والسنة والإجماع قطعي. القياس لا يحتج به في باب الاعتقاد، القرآن والسنة يحتج به. يأتي الشيخ رفعت ويقول يا أستاذ ما هو أيضا السنة النبوية فيها ظني. أقول له نعم، هناك خبر الأحاد ظني، القرآن من حيث الثبوت والورود كله قطعي. نتكلم إن شاء الله عن خصائص القرآن التواتر. القرآن متواتر، كل قرآن متواتر، وليس كل متواتر قرآن. تمام؟ السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد، من حيث الدلالة منه من القرآن ما هو ظن الدلالة ومنه ما هو قطعي، كذلك السنة منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. فلماذا يا أستاذ لم يجعل يعني القياس مثل السنة، سنة الأحاد؟ أقول لك الغالب والأصل إن السنة كلها تفيد القطع، الغالب الأصل، الأصل الأكثر. تمام؟ لكن قد يوجد فيها الظن، فهنا أخر القياس لأن القياس ظني والقياس لا يحتج به في باب العقائد. طيب يأتي سؤال آخر، والأصل الرابع القياس، لماذا أطلقه يا أستاذ؟ لكي يحترز به عن القياس العقلي والقياس الشبهي. ما معنى قياس عقلي وما معنى قياس شبهي يا أستاذ؟ أولا القياس العقلي يا شباب قياس المناطق، قياس المناطق تكلمنا عنه وسنتكلم إن شاء الله معكم في شرح السلم المنورة. يعني العالم حادث، وكل العالم حادث، والعالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذا يسمى بالقياس العقلي. لكن هناك ما يسمى بقياس اللي هو إيه؟ الشبهي. هناك من الفقهاء من قال أن القاعدة الأولى فرض، القعود الجلوس الأول في التشهد عندنا نحن الحنفية سنة. تمام؟ طيب البعض قال فرض، لماذا قلتم فرض؟ قالوا قياسا على القاعدة الثانية، هذا بالشبه. تمام؟ هذا يسمى بالقياس الشبهي. فكما قالوا يعني أن القاعدة الأخيرة
أو القاعدة الثانية الوسطى هذه تشبه القاعدة الأخيرة. فلما كانت القاعدة الأخيرة تمام، الجلسة الأخيرة فرض، فإذا الجلسة الثانية فرض. هذا يسمى بالقياس الشبهي، وهو طبعا يعني باطل. طيب، اعلم أن أصول الشرع ثلاثة، واحنا مش هنخلص من أصول الشرع دي يا أستاذ، هكذا حتى تستفيدوا. فيأتي سؤال: لماذا حصر أصول الشرع في هذه الأربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس؟ الأمر سهل، يعني المستدل المجتهد حينما يريد استنباط حكم من الأحكام إما أن يستدل بالوحي أو بغير الوحي. الوحي إما أن يكون متلوا أو غير متلو. الوحي المتلو هو ماذا؟ قرآن كريم. غير المتلو سنة النبي. متلو يعني يتلى، تمام؟ مفهوم هذا؟ يقرأ، يتلى، يتعبد بتلاوته، متلو قرآن. غير المتلو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإما أن يستدل بغير الوحي. بغير الوحي هو ماذا؟ الاجتهاد. الاجتهاد هذا إما أن يكون جماعيا، يعني مجموعة المجتهدين، وإما أن يكون غير جماعي. إذا كان الاجتهاد باتفاق جميع المجتهدين هذا نسميه الإجماع. طيب، وإذا كان فردي هذا نسميه القياس. طيب، إذا لم يكن بغير اجتهاد، هذا يا شباب يعني بغير الاجتهاد سنأخذه يسمى بالاستدلالات الفاسدة، تمام؟ كيف؟ الإلهام، التقليد، هذا يسمى بالاستدلال الفاسد. طيب، أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.